صباح الخير يا بكر، كيفك؟ شو اخبارك؟ كيف الصحه؟ ان شاء الله امورك على العال. بكر يا حلو، اليوم رابع ايام الاسبوع 24/2/2021، واليوم يا حلو عندنا برافو، عندنا نشاط الحرف اللي اخذناه هذا الاسبوع. يا بكر، شو هو حرفنا هذا الاسبوع؟ مش سامعه. برافو، حرف الإغ. إغ، ها هو حرف الإغ. إغ، ها هو حرف الإغ يا بكر. واليوم عندنا نشاط لحرف الإغ وعندنا قصة. خلينا يا بكر نشوف إيش رح نحتاج لنشاطنا اليوم. رح نعمل غراب. كيف رح نعمل غراب يا بكر؟ نحكي بسم الله. أول شيء بحتاج يا مس كرتون، مش راضيين يطلعوا، على شكل بقصهم يا مس دوائر. بدي ثلاثة، واحد تنتين ثلاثة، بدي ثلاث دوائر نفس الحجم، ما في مشكلة. شو رح أعمل فيهم؟ غراب. وشو رح أحتاج؟ لاصق، ورح أحتاج المقص، وراح احتاج عيون، انف، قدمين. خلينا نشوف يا بكر كيف راح اعمل الغراب انا وياك. اول شيء عندي الدائره الاولى والدائره الثانيه، راح الزقهم هيك فوق بعض. شوف هاي فوق بعض. نحكي بسم الله، الزقهم كثير منيح. الغراب، صح يا بكر؟ غراب. هاي نضع الدائرة، هوبا هيك، هاي شايف؟ هاي لزقناهم يا بكر. شو رح احط للغراب؟ عين. برافو، رح نحتاج العين. نضع لها يا مس اللاصق، هوبا. ايش يا غراب؟ العين الثانية. هي الغراب له عين واحدة ولا تنتين يا بكر؟ تنتين. برافو، بتلزقهم كتير مليح يا بكر. اوكي، هوب. شو بنحتاج؟ انف، والانف راح نلزقه كمان كتير منيح يا بكر. اوكي، منقاره، هوب. شو؟ طيب شو بيحتاج كمان؟ جنحان. الجنحان نعمل الدائرة الثالثة هيك يا مس، نطعجها من النص كويس منيح 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 منيح. بعدين بقصهم. صار عندي جنحان الغراب. خلينا نحط يا مس لاصق هذا هون هيك على الطرف، بس من هون مشان يلزق. يلا شوف يا بكر، طبعا هم وين لونه اسود الغراب، بس انا ما لقيت كرتون سوداء فعملتها في الكرتون البني. انت شاطر وتعمله مثل ما بدك. هوب، شو ضايل له؟ قدمين. برافو يا بكر، نحط القدم هون، واحدة هون وواحدة هون، هوب. كمان قدم الأخرى يا بكر. شو طلع عندي؟ قل لي شو طلع عندي؟ هوب هوب، شو طلع عندي يا بكر؟ غراب. شفت قد ايه سهل؟ ثلاث دوائر، التنتين بلزقهم فوق بعض، وحده بقسمها من النص بحطها جنحان الغراب، بعمل العيون منقار، قدمين الغراب. اغ غراب، اغ غراب. شفت يا بكر؟ هاي الغراب، شوف ما احلى. شو رايك هلا يا بكر انا وياك نسمع
نسمع قصتنا مع بعض. يلا يا حلو، ما بدي احكيها، بدنا نسمعها. نحكي بسم الله ونسمع قصتنا. تحكي عن الأرنب الكسول والأرنب النشيط. يلا اسمع منيح. اسمع كويس ونستفيد منه. يلا مع الغراب بده يسمع معنا القصة. عم بيحضر تلفزيون وبيشرق وياكل وبشرب، ومامتها عم بترتب. هي عم بتنظف الماما. سلحوف أرجوك ساعدني. تطلب منهم المساعدة. لا أستطيع فعل ذلك، أنا أشاهد التلفاز. وأنت يا سلحف؟ أنا صغير لا أستطيع. سلحف وسلحف، هيا ساعدا أختكما في تنظيف البيت. عم بيساعدوها. لازم نساعد ماما واختنا وبابا واي حدا بيطلب مساعده من بيتنا، لازم نساعده. قال تعب، قال تعب يعني. أراكما متعبين، هل جلبتما الولد؟ نعم يا أمي، كم كان الأمر شاقا. حسنا، سأكافئكما بقصة جميلة تحمل العبرة. في قديم الزمان، اسمع منيح. تعال يا أرنب، إن هم ماذا تفعل داخل البيت؟ هاي أرنب، يلا نشوف. انتظروا يا أمي، انتظري لي بعض الجزر الطازج. بالأمس أحضرت لك الكثير من الجزر، ولكن لم يكن طازجا يا أمي، وطعمه مر. أشعر أني مريضة، ما رأيك أن تذهب وتعمل في الأرض يا أرنوب؟ أمي، لا أستطيع فعل ذلك، لم أجرب من قبل، العمل شاق ومتعب، سأكل هذا الجزر. لا بأس. أين أرنوب؟ ربما ما زالت نائمة، تشعر بالتعب يا أمي. مما تشعر بالتعب؟ لقد لعبنا بالأمس كثيرا. أرنوبة نايمة. هيا يا أرنوبة استيقظي، هذا يكفي يا صغيرتي. أمي أرجوك اتركيني أنام قليلا. هلا أرنوبة بتروح تشكي لهم لمين؟ خلينا نشوف لمين بدها تشكي. اسأل أرنوبة، هيا زعلانة وتعبانة. ماذا سأفعل؟ متى سيعتمدان على نفسيهما؟ أصبحا كبيرين، لابد من حل. سأذهب لأستشير الحكيمة. راحت للحكيمة تستشيرها شو تعمل، لأنهم الاثنين ما عم بيساعدوها وكل شي بدهم يجي لعندهم، وهذا إشي غلط. الحكيمة سلحفة. مرحبا يا حكيمة. أهلا بصديقتي، لقد اشتقت إليك كثيرا، على ما يبدو أنك متعبة. تريدين قول شيء ما؟ صدقت يا حكيمة، أشعر بتعب شديد. كما تعلمين لم أعد صغيرة، وأرنوب وأرنوبة لا يحبان العمل. تريدين أن يغير من تصرفاتهما ويعتمد على نفسيهما؟ هذا ما أريد يا حكيمة. حسنا، اتركي الأمر لي، أنا سأتصرف. هيهم عم بيلعبوا وما عم بيقدروا يساعدوا ماما. ليه؟ بدهم يلعبوا لأنهم ما بدهم يساعدوها، وهذا شيء غلط. شوفوا الحكيمة شو رح تعمل فيهم.
مرحبا يا صغيري، أراكما تلعبان. نعم يا خالة، نحن نستمتع باللعب. ما رأيكما أن نتشارك اللعب سويا؟ الخالة حكيمة تريد اللعب معنا؟ لا أصدق ذلك، كم هو ممتع. نعم لم لا، إن كنتما موافقين سنبدأ غدا باكرا. أنا موافقة وأنا متحمس لذلك. حسنا، سأكون بانتظاركما صباحا. اتفقوا الصبح يلعبوا مع بعض. هيا جاء الصبح. هيهم اجتمعوا أرنوب وأرنوبة والحكيمة. وين رايحة فيهم؟ شوفوا وين وصلوا؟ وصلوا على أرض ما فيها إشي أخضر أو عشب، ما فيها خضار. شوفوا شو راح يعملوا. ها قد وصلنا. ماذا سنفعل هنا؟ هل سنلعب الكرة؟ شوفوا شو راح يعملوا. لا يا أرنوب، يوجد كنز داخل هذه الأرض، يجب أن تبحث عنه وتجده. لعبة شيقة، لم ألعبها من قبل. وما الجائزة التي سيحصل عليها الفائز؟ مفاجأة، ولكن أعدكما أن تعجبكما كثيرا. سنبدأ من الغد باكرا. أنا قبلت التحدي. استعدوا للعب، بدهم يروحوا يبحثوا عن الكنز. بس هو مش كنز فلوس وذهب، هلا بتشوف شو هو الكنز. هيهم عم بحفروا، عم بيبحثوا عن الكنز. حفروا كتير كتير كتير. وجدتوا الكنز! الحكيمة سلحفاة شو بتعمل؟ بتحط بذور جوا الحفرة. هذا هو الكنز. تعبوا أرنب وأرنوب. أشعر بالتعب، ما هذه اللعبة المريقة؟ سأذهب للحكيمة. خلاص انسحبوا، ما بدهم يلعبوا. هل وجدتم الكنز؟ لا، لم نجده بعد. هل أنت متأكدة أنه يوجد كنز داخل تلك الأرض؟ طبعاً، هل تفكران بالانسحاب من اللعبة؟ سنعلم أن انتصرت عليكما. لا، أنا لا أهدأ، سأستيقظ غدا لأتابع البحث. وأنا كذلك. هاي مامتهم عم بتراقبهم. استيقظوا باكرا. وفي الصباح باكر انطلق الاثنان للبحث مجددا عن الكنز. ظلوا يحفروا. بذور جزر، ملفوف، خس، أي شيء. شوفوا قدي حفروا. لبش اثنان الأرض بأكملها ولكن دون جدوى. خلص تعبوا، قالوا احنا بدناش نلعب هاي اللعبة. عصبوا. صوت المطر، صار ينزل مطر، فهون عصبوا قالوا خلص انا راح انسحب. لا أستطيع إكمال اللعب.
إليك لنعلن انسحابنا أيتها الحكيمة. لا بأس، اذهبا إلى البيت وارتاحا، سنتحدث لاحقا. يلا رجعنا يوم الصبح. وبعد مدة من الزمن أتت الحكيمة لزيارة الأرنبين الصغيرين. مرحبا يا صغيرين. أهلا بالحكيمة. أين أمكما؟ أهلا بصديقتي الغالية، أريد منكم المجيء معي جميعا. على الفور يا حكيمة، نحن قادمون. يروحوا معها وين؟ على الأرض اللي حفروها. شوفوا كيف اعتمدوا على حالهم، حفروا الأرض بس ما بيعرفوا أنهم اللي حفروا وطلع زرع. شوفوا كيف اعتمدوا على حالهم وساعدوا، صاروا يساعدوا بعض. شوفوا كيف حفروا وساعدوا بعض. هيك الواحد بيعتمد على حاله. أنت يا بكر ساعد ماما واعتمد على حالك. أوكي شوف، إنه ذات الطريق الذي ذهبنا منه إلى الأرض المشؤومة. لا نريد اللعب مجددا أيتها الحكيمة. اتبعان فقط وستريان. شوفوا طلعت البذور اللي زرعوها والأرض. شوف كيف لما حفروها، شوفوا ما أحلاها. شايف يا بكر؟ ما هذه الخضروات الشهية يا حكيمة؟ هذا هو الكنز الذي بحث عنه أبوه. هذا هو الكنز. طلعت نحن على هذا؟ بالطبع يا أبنائي، هيا تقدما لتأكلا من تعبكما. شفت تعبوا وآخر شيء أكل. شفت يا بكر يا حلو كيف اللي بيشتهي وبينبسط وبيعتمد على حاله. ضحكت عليهم وحكت لهم لازم تعتمدوا على حالكم. خلتهم يحفروا الارض وزرعوا البذور بدون ما يعرفوا، طلعت بذور وانبسطوا بالكنز اللي هو الخضار اللي والفواكه اللي زرعوها. ان شاء الله يا بكر تكون استمتعت بالقصه. اشوفك في قصه ثانيه. باي باي.